نرجع تاني وخلينا نرحب بعمر الايوبي وايهاب الخطيب. ازيك يا استاذ عمر؟ كابتن كريم منور، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، كله تمام الحمد لله. ازيك يا استاذ ايهاب؟ كابتن كريم زهر، اخبارك ايه؟ كابتن عمر كله تمام، كل سنه طيبين. كل سنه طيب. يعني عايز اخد رايكم كده في كذا حاجه وكذا موضوع، ونتكلم اول حاجه على الدوري المصري، ان هو احداث الدوري المصري، وهكلمكم على القرعه، قرعه الزمالك والاهلي وسموحه في دوري الابطال والكونفدراليه. لكن يعني الدوري منطقه المنافسه بقت خلاص، يعني من وجهه نظري محسومه للنادي الاهلي. الاهلي حتى المباراه اللي فات الاهلي بيكسب، والمقصه خسر من وادي دجله، وبعدين كسب طبعا امبارح الداخليه. لكن تحس ان الفرق كلها بتساعد النادي الاهلي على الفوز بالدوري. حاله الزمالك الفتره فات قبل ما يكسب ماتشين ورا بعض، بس الزمالك بعيد، مصري بيخسر، نادي سموحه بيتعادل، المقصه اللي هو المنافس الاقرب للنادي الاهلي بيخسر من وادي دجله. فيعني شايف خلاص الاهلي حسم الدوري، ولا لسه الدوري في الملعب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا قبل كده اتكلمنا فيها، ودي خلاص واضحه جدا، النادي الاهلي حسم الموضوع من بدري، والاهلي بيحصد نتيجه اللي هو عنده استقرار وعنده نظام. يعني هو النادي الاهلي اكثر منظومه في الدوري المصري، عندها نظام، عندها سيستم واضح جدا، عندها حاله من الالتزام، عندها الانضباط، عندها الاداره خلاص سايبه الجهاز الفني بيشتغل بشكل كويس جدا. الخبرات اكتسبها مع المهندس محمود طاهر ومجلس ادارته من السنوات قبل كده. كل الحاجات اللي هي مش المشاكل اللي هي موجوده في نادي الزمالك مش موجوده في النادي الاهلي. حتى النادي الاهلي في شهر يناير لما ابتدى مثلا بيدعم، مش بيدعم نواقص، بيدعم تكامل بمعنى ان هو مثلا عنده لعيبه في كل مركز يجود، يعني بيبقى بيشوف بدايل. حتى لغايه دلوقتي انت ما شفتش عمرو بركات، ما شفتش احمد الحمودي بشكل مكثف. حتى كوليبالي اللي احنا كل الناس اتكلمت ومن داخل النادي نفسه، ودي علمك احنا يعني اتكلمنا فيها انا وهاب كده، ممكن بيبقى في لعيب تدريب، ممكن في التدريب شكله ضعيف. يعني انا لما كنت في ابو ظبي من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي قالوا ان هو ما يعني لعيب يعني الاهلي شربه بمعنى صح. ده وفقا ل الحمد لله الحمد لله. قول مين؟ قول كوليبالي. قول الكلام ده اعضاء الجهاز الفني. وجهاز فني عشان ماشي ولحق ولعيب. عشان الناس فاكره انا اللي قلت كده، انا قلت اللي جوه النادي الاهلي قال كده، بس هو ماسكين في امي انا في القصه دي. والله ولعيبه ولعيبه كبيره في النادي الاهلي كانوا يعني بيتكلموا ان هو يعني الاهلي جاب، بس الولد لما لعب كسر الدنيا. ما هو بص اتحرك كويس قوي، هو اتقال بالنص ان عمرو بركات هيبقى مفاجاه لما يشارك، وان كولوبالي بعيد. ده من جوه الجهاز الفني. بس لا ولا كل لعيبه قبل ما يلعب. بس هو في حاجه احنا اتعلمنا حاجه في الكوره، في لعيب بيبقى تدريب يكسر الدنيا، في لعيب في التدريب تحس ان هو مش قوي. بس في الماتش كتير يعني اقول حاجه، جمال حمزه كنت بتفرج عليه في الزمالك تحس مش قوي في التدريب، لعيب عادي جدا. بس في الماتش تلاقيه بيروح عامل لك واحده كده غريبه جدا، تحس ان هو انت قدام لعيب من كوكب. فعلا دي حقيقه، دي وده فرق مع النادي الاهلي. يعني حتى بص الاهلي دايما يقول لك حتى الحظ بين الاهلي، الحظ لا ياتي الا قوي، ودي حقيقه. النادي الاهلي هو اقوى فرقه في الدوري، خطوط متكامله في النادي الاهلي، عندهم تجانس، عندهم مدير فني قوي جدا على المستويين، بيعرف يغير صادق. بيعرف قدرات اللعيبه، بيعرف يسيطر على الموضوع الاساسي اللي كان مخلص على النادي الاهلي ومشكلته، موضوع الفتوات او الناس الكبيره في النادي الاهلي اللي هو بيعملوا مشاكل. انت النادي الاهلي حسام غالي ما بيلعبش، ما فيش مشاكل امام بيتي، ما فيش مشاكل، سيبك من الكلام اللي بيطلع بره الملعب او الاعلام، لكن جوه الملعب ما فيش مشاكل خالص. انت بيقعد عمرو جمال، بيلعب كوليبالي، بيلعب مش عارف مين، بس من ساعه ما كوليبالي متالق وبيلعب عمرو جمال بعد خلاص. بص النادي الاهلي بيلعب اي ماتش عمرو جمال بره الفرقه بتكسب، ما تحسش فرق كبير. عماد متعب بينزل او ما بينزلش ما بيفرقش كتير. كوليبالي بينزل هو ممكن يعمل فرق بس عشان احنا مركزين معاه. لكن هو النادي الاهلي اللي بيكسب، النادي اللي ما بيخسرش في الدوري غير دلوقتي، بقاله فتره كبيره عنده حاله ثبات. وده اهلي بيحصد حاله استقرار اللي موجوده. يعني الدوري اتحسم ولا لا؟ انا شايف لا، الدوري الموضوع منتهي. ايهاب الخطيب، الدوري اتحسم الاهلي؟ رقميا ما نقدرش نقول، او حسابيا ما نقدرش نقول، سيبك من الرقميه، منطقيا ووفقا للاحداث والظروف لا، الدوري يعتبر خصوصا حسن. بعد خساره المقصه من وادي دجله وقبل لا والله لسه الاهلي هيلاعب المقصه، لسه الاهلي هيلاعب الزمالك. انا هقول لك ليه يا كابتن كريم، لان انت في الاول ما بتبصش على الاثنين منافسين على قد ما بتبص على الراكب الاول، على النادي الاهلي هو فين وبيشتغل ازاي. ما تبص على النادي الاهلي تشوف اخر كام ماتش ما دخلش في مرمى هدف، تعد كم ماتش، تشوف اخطاء دفاعيه، مفيش اخطاء دفاعيه، تشوف الديفندرات في تالق من حسام عاشور، تشوف كذا حاجه، تلاقي الدنيا ماشيه بشكل كويس. فبالتالي حتى لو الفرق قليل بين الاهلي وبين المقصه، انت شايف ان الاهلي صعب يتهزم. يعني يوم ما يبقى عنده بدلك ممكن يبقى عنده تعادل. لما هو مفيش الكلام ده الفتفت. الحاجه كمان المهمه جدا ان كوليبالي فرق مع النادي الاهلي في حاجه اخطر بكتير. كوليبالي ما بيخليش النادي الاهلي يضغط، بمعنى
الاول كان بتيجي اربع خمس فرص ولا فرصه بتروح الا يعني فرصه بالعافيه كده ويجيبها واحد غير الاسترايكر او غير المهاجم. أيوة. حد من اللي جاي من تحت، نجيب يخش يجيب واحده، سعد يخش يجيب واحده، كولوبالي خلاص تحتيه اجاي والدنيا مظبوطه، فبالتالي النهارده وفر عليك صحيح شويه. صحيح الكلام ان هو راح اشتكى للجهاز الفني ان اجاي ما بيتعاونش معاه وما بيتعمد ان هو ما يبصلوش. شوف انا اقول لك حاجه كنت سايبها لك في الاخر بقى في فقره الاسئله بتاعتك في الامتحانات في الامتحان في الاخر، بس ده جزء يعني في حاجات تانية. ماشي. كولوبالي قصه العقد بتاعه طبعا عليه كلام كتير جدا. حاجه الوحيده اللي في العقد مظبوطه للكلام كله اللي طلع ده ان لو لعب 15 مباراه متتاليه ياخد 25,000 دولار. ودي غير الاهداف. الاهداف مفيش حاجه للاهداف خالص والله في العقد بتاعه رسمي. العقد بتاع كولوبالي زيه زي اي لاعب، في نسبه مشاركه وقصه ال 25,000 دي جايه من توزيعة قصه المشاركه. ايوه وده صح، لانك 10 يحط 10 اهداف بالظبط، بس بس موضوع الاهداف ده مش موجود. طيب لو لعب 14 مباراه وطلع بره السكور مره عده من الاول، يعني انت برضو ليك مخرج. انما هو في التوتال قصه الاهداف دي مش موجوده، مفيش شروط جزائيه في عقده تماما. ويمكن كنت بكلم دكتور حسام سراج وشفت الموضوع ده واتكلمت في الموضوع ده. يمكن ده الكلام المظبوط في عقد كولوبالي، عشان طبعا اللي اثير في الفتره اللي فاتت، طب هو بيجيب اهداف، طب ده مش هيبصيله، طب هو مش هينفع ده يجيب كذا، يعني عارف في شويه حواديت كده. عارف يا كابتن كريم ما تجيش، يعني يا كابتن عمر في حواديت كده بتقال على اللعيبه ما تجيش. اولا لا ليه في الكوره فيها كده؟ لا بس زمان الزمالك كان بس جدا. لا بشوف انا ما اقدرش اقول، بس حتى من اتنين افارقه ما تجيش، يعني اللعيب الافريقي ده بيبقى خايف على نفسه قوي. واجاي يا دوبك ابتدى يتواجد بشكل كويس ويلعب في المركز اللي هو بيحبه، بل بالعكس هو ده المكان بتاع اجاي، هو ده المكان اللي اجاي بيلعب فيه بشكل كويس وبيظهر فيه بشكل كويس. كولوبالي الراجل الاهداف اللي جابها لو شفتها كلها، سواء كان بالهيد كويس، لعيب قوي، سواء كان برجليه، سواء كان برد الفعل في المباراه الاخيره. ان الشوطه بتاعت حسام عاشور بياخدها بيظبطها من رجليه اليمين لرجليه الشمال وبيحطها، عارف هو واقف فين، عنده احساس كبير جدا بمرمى المنافس، ودي مهمه جدا. عالم جبونه كتير لعلمك يعني في لا عالي بصراحه جوه 18 عالي جدا. شفناه في الملعب امكانيات لاعب ومهاجم يعني حاله خاصه. ده حقيقي. وفي حاجه اميز من كده انه موفق، يعني في مهاجم بيبقى عنده امكانيات، يعني فلافيو ده كلنا شايفين قعد سنه بحالها كده حاطط كره بظهره، حاطش غير الجون اللي بظهره ظهر راسه، يعني خبطه ودخلت كده، ولكن كان عندنا قناعات وشايفينه اللي هو يبقى يعني يجي منه، بس ما كانش بيهدف، فتحت معاه بعد كده. فكولوبالي فيه ميزه حلوه انه لعيب كويس وكل حاجه، انه برضه حظه كويس، يعني برضه حظه كويس، دي بتفرق بقى مع اللاعب. طيب الاهلي حسم الدوري برضه ما ردتش عليا. لا انا قلت لك ما اقدرش اقول بالنقاط، ولكن انا يعني لا انا بتكلم منطقيا. حسم الدوري وحسم الدوري الاسباب اللي قلتها لك يا كابتن كريم وبعيدها تاني. عنده مدير فني قوي، عنده اداره بتدعمه، عنده في مدير كوره صارم. النهارده لما اتنين لعيبه من الكبار كابتن عماد متعب وكابتن احمد فتحي طلعت منهم تصريحات تاني يوم انت ما شفتش اي حاجه خالص، والدنيا قفلت على الكل والدنيا رجعت تركز تاني. عنده مجموعه من اللعيبه مميزه جدا، عنده بقى نوع من التنافس كبير جدا، عنده خط ظهر قوي، عنده حارس مرمى قوي، عنده يعني خلاص النادي الاهلي وصل لافضل برضو مراحله. المنافس المخاصه برضه مش المنافس اللي يديك 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 احساس ان هو ممكن يجيب النادي الاهلي. طيب انا برضه كنت عايز اقول لك كابتن عمر حاجه كابتن كريم قالها. اتفضل. يمكن الكابتن كريم قال لي الفرق بتساعد او ساعدت النادي الاهلي ان هو يحسم. هي قد تكون عيب في بعض الفرق ان هي مش ظاهره بشكل كويس، لكن ميزه في النادي الاهلي كويس انه بيستغل. صح. ما هو انت لازم تستغل. صح. وبعدين برضو في كام ماتش اول ما الكابتن حسام جه الناس عابت عليه جدا. الاهلي ما بصش حواليه، الاهلي مست ان هو بص لنفسه. بص نفسه. ومشي. في وقت بس. في وقت كان عصيب يعني عند الكابتن بيدخل حسام. بس في اوقات لما يحس ان في حاجه. بالظبط. في وقت كان صعب عند الكابتن حسام لما لعب بعض الماتشات منها ماتش المقصه وماتش انبي. لعب زوم ديفنس شويه وناس ابتدت تنتقده وبتاع، كان التوقيت ده كان ظروف اللعيبه اللي موجوده وبعض المشاكل في خط الدفاع كانت بتجبره يلعب بطريقه، لكن هو حقق النتيجه اللي كان عايزها. كمان كان عنده عقم تهديفي كبير جدا، يعني فراوده النادي الاهلي يعني بتضيع كتير قوي،
فبالتالي كان عنده مشاكل. فهنا المدير الفني الشاطر اللي يقدر يشوف الاوراقه فيها ايه ويشتغل ايه، ومش شرط انزل النهارده بلعب مدافع بلعب زون، بس انا في الاخر بعمل ايه؟ هل بحقق الهدف ولا ما بحققش الهدف؟ الكره علمتنا انك تحقق الهدف الاول وبعد كده يعني تقنع وبعدين تمتع. طيب رايك ايه في مجموعه الاهلي في دوري الابطال؟ زناكو الزامبي، الوداد البيضاوي المغربي، وفريق القطن الكاميروني. هي مجموعه مش سهله مع النادي الاهلي الموسم الماضي. الوداد اقوى فرقه في المجموعه مع الاهلي طبعا، لكن والاهلي زناكو والقطن. لا انا القطن الاهلي يعني القطن بقى له فتره بعيد مش ان هو المستوى. زناكو على فكره زناكو الاقوى يعني الاقوى للنادي الاهلي. كان زيسكو خاصه زيسكو زناكو برضه، بس هي الاقوى برضه في البدايه لان انت اللي هتبدا معاه. لكن لو نرجع نفتكر برضه الموسم اللي فات، ما هو الاهلي في الاخر لما يعني قدر يكسب الوداد بره يعني انت في الاخر، وكان الاهلي مستوى اقل من كده. فانت الاهلي لما بيكون فايق الاهلي عنده خبرات كبيره بس تقدر تاخد منه، لو عنده خبرات كتير في التشكيله. وبعدين برضو يعني بطولات افريقيا علمتنا بالذات ان الفرقه اللي ناويه على البطوله ما بيفرقش معاها، بدري بدري كده انت جاهز تاخد البطوله مش هتفرق المجموعه. شايف ان طبعا المجموعه مش سهله، لكن ان شاء الله الاهلي فرصه كبيره جدا. عمر، مجموعه الزمالك ايه رايك فيها؟ اتحاد العاصمه واهلي طرابلس الليبي وكابس يونايتد بطل زيمبابوي. مجموعة رخمة. لا مجموعة رخمة. الناس بتقول لك مجموعة الأهلي أصعب. لا مجموعة الزمالك أصعب. حتى لو قلنا إن ليبيا ظروف من الظروف، لكن معلش ما هو اللعيبة دي ما بتلعبش، مش قاعدين في ليبيا في الأجواء بتاعتها. بيلعبوا بره. كان يعني أنا شايف إن مجموعة الأهلي أصعب. يعني مجموعة الزمالك اتحاد العاصمة الجزائري مش هو بتاع زمان. لا بص من 2015 مستوى منخفض. طول حياتنا معلش إحنا بنلعب مع فرق. الأهلي طرابلس فرقة كويسة بس مش اللي هي يعني مش الوداد مش الفرق الكبيره. شمال افريقيا انت بتلعب قدامها بيبقوا هم البرازيل قدامك كده، هو هم منتهي بتحس عندهم ناس. بس الزمالك عنده مشكله في الماتشات الخارج ارض. لا لا وغير كده اصل انت في نقطه بس خارج ارض. واهلي طرابلس بيلعب في تونس. الزمالك عكس الاهلي. الاهلي عنده بس تونس. بس عنده الاهلي عنده استقرار وعنده لعيبه عندهم خبرات افريقيه كبيره عكس نادي الزمالك. الزمالك الموضوع مختلف، انت كل ماتش مش عارف مين اللي هيقف، جندش ولا شناوي، ما تعرفش مين هيلعب في نص الملعب. عندك ابتديت المدير الفني جديد. بدأ ايناس يثبت اهو. مدير فني جديد ما عندوش خبرات على مستوى افريقيا. ماشي عكس حسام البدري. تمام؟ عندك انت لعيبه النادي الزمالك معظمهم ما عندهمش خبرات افريقيه. معظمهم بنسبه كبيره جدا يعني. ازاي ده بقى لهم 3 4 سنين بيلعبوا. كله ايمن حفني ومصطفى فتحي وشيكابالا ومحمد ابراهيم. كل انت قلتهم دول مش اساسيين. وعلي جبر. ايوه ماشي علي جبر وطارق حامد دول لعبوا افريقيا مع المنتخب. 3-4 غير كل الفرقه. واحمد الشناوي حارس مرمى كلهم لعبوا منتخب. الشناوي ده حاليا ده يعني خلاص الكلام اللي احنا كنا بنقوله ما عندهمش خبرات. لا دلوقتي بقى في خبرات افريقيه في الزمالك. ازاي؟ طب ازاي انت حسام باول؟ انا بقول بحسب لك اللعيب. حسام باول ده ما عندوش خبرات. مش كل لعيب يعني مش 30 لعيب ولكن على الاقل 15 16 لعيب الاساسيين اللي انت قلت نصهم دول ما بيلعبش يعني اصلا. يعني مين؟ ايمن حفني بينزل او ما بينزلش، شيكابالا بينزل اوقات او ما بينزلش، ومصطفى فتحي بينزل او ما بينزلش. ده الكلام ده في الفتره اللي فاتت عشان كان في تغيير مدربين كتير، لكن دلوقتي في ايناسيو بدا يثبت التشكيله. انا شايفه ان هو بيثبت. وانت دلوقتي هي برضه كابتن عمر الفرقه وصلت لنهائي البطوله الافريقيه. يعني عندهم خبرات. عملت حتى يعني كونوا السنه اللي فاتت مع سان داونز في النهائي. بالظبط كونوا السنه اللي فاتت خبرات. لا ما هو دول بص انت بتتكلم في اللعيبه حاليا في لعيبه كتير برضه ما عندهاش خبرات لسه. يعني مثلا ناصف او غيره او مثلا هو كده في الاهلي برضه يعني هتلاقي لعيبه لسه طالعين يعني عمرو السليمه ما لعبش افريقيا كتير. هتلاقي مثلا محمد هاني ما لعبش افريقيا كتير. اثنين حسين السيد ما لعبش افريقيا كتير. بس معلش انت اتكلمت عليهم دول موضوع مختلف. لما تيجي تتكلم على محمد هاني طول حياته في النادي الاهلي. الاهلي واخد على البطولات نادي معلش. لما تيجي تتكلم ناصف مش نادي ما كانش بيلعب في نادي بطولات مثلا. بيلعب في ام لا مش نادي بطولات معلش مع احترامي ليه. يعني ما لعبش افريقيا كتير قصدك. ما عندوش برضه روح البطوله. اصل انت بتتكلم روح البطوله دي في الاهلي والزمالك بس موجوده. ماشي خاصه الاهلي الموضوع مختلف عنده. روح البطوله جينات البطوله دايما لك وراثيه في النادي الاهلي مثلا. يعني انا شايف ان نادي الزمالك الموضوع بالنسبه له صعب، لكن لو استمر على هذه الحاله وشايفين الحاله اللي هي كمان النفسيه بالجماهير زي ما شفنا كده الفيديو بتاع الجماهير في المنصوره ورن الزمالك مع الاعتقاد اللي خلاص ان خلاص هي فتحت مع الزمالك وانتصارات ماشيه. حتى لما شفنا ماتش المصري اللي فات والخطا اللي جه من حارس المصري كل دي حاجات تديك مؤشرات ان الزمالك رايح لسكه في انتفاضه في انتعاش في الفريق. تديك امل ان هو يعني ممكن خاصه ان الزمالك عنده لعيبه كويسه
مع مدير فني اللي احنا بنشوفه على الخط ويثبت ويبقى وراجل مركز جدا وشايفه ماسك التليفون وقاعد يصور ومركز على الخط يعني حتى البرتغاليين بيخشوا مع مصر مع المصريين بسرعه. اعتقد ان هو كمان ابن بلد يعني عارف يخش بسرعه, اعتقد هيقدر يعمل حاجه في الزمالك الفتره الجايه. طيب ايهاب ليك تعليق على مجموعه نادي الزمالك في دوري ابطال افريقيا؟ انا برضو شايفها مش سهله, الفرق ال 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 الفرق الليبيه متقاسه هلا خالص, تبقى استعدادها كويس, وقبل كده كان ليهم برضو موقف مع النادي الاهلي. نفس الشان فرق الجزائريه ايا كانت, واللعب على ملعبها بيبقى صعب شويه, فهي مجموعه مش سهله. مش سهله عشان فيها فرقتين من شمال افريقيا. لا خالص, مجموعه مش سهله, فيها فرقتين رخمه يعني, فرقتين الزمالك خارج ملعبه يعني يبقى الموضوع صعب شويه. اللي بس عايزين نتمناه الفتره الجايه من الامن, سواء الاهلي او الزمالك او سموحه او الفرق المشاركه في افريقيا, لما في عدد متاح من الجماهير ما يقلش عن 10,000 متفرج. لان انت النهارده بتقول ان البطوله العربيه هتبقى بجماهير ومفتوحه للجميع, فما فرقتش يعني البطوله العربيه في توقيتها والبطوله الافريقيه دلوقتي, واعتقد ان البطوله الافريقيه هي الاقوى والاكثر شعبيه لينا ولازم يكون يعني لينا دور اكبر من كده. والبطوله الافريقيه خاصه دوري الابطال دي المؤهله لكاس العالم للانديه, فبتمنى ان يكون فيها اهتمام بيها اكتر. لان انت لما بتيجي بتقول كامن انا موافق ويبقى البطوله العربيه فيها جماهير كتير وفيها 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 وفيها, لا من الاولى بقى البطوله الافريقيه دي ما فيش حاجه اسمها 5,000 متفرج, على الاقل على الاقل اهلي وزمالك وسموحه انا افتح ل 10,000 متفرج مش هتفرق كتير يعني. طيب الزمالك مع ايناس يبقى له ماتشين بيكسب, كسب طلائع الجيش 3-0 وكسب المصري 1-0, بدا الراجل نقدر نقول يحط ايده شويه يشوف لسه. ليه؟ بس انا شايفه مثبت التشكيل, بكره هيلعب بنفس التشكيل بس هيدخل محمد ناصف ناحيه الشمال هو ده نجاح, ومصطفى فتحي مكان ايمن حفني هو ده نجاح وهو مدرب كويس, لكن ما فيش واحد بيحط العصا السحريه من اول يوم ثانيه. يعني مباراه المصري باستثناء خطا الحارس الزمالك مضغوط في ثلث ملعبه, وانا برضه ده مش عيب انك انت تحاول تدافع, ما انت لو دافعت كويس ماليش اطار, انت ما تدافع كويس وتعرف تخطف جون ايا كان بقى بهجمه مرتده بخطا, ما هو لازم الجون يجي من خطا. ولكن فنيا الزمالك ما قدمش حاجه في ماتش المصري, وكان مضغوط يعني, وانت بتتفرج على الزمالك تبقى خايف شايف ان الزمالك مش هيقدر يعني ممكن يعمل حاجه, لكن في نفس الوقت في مدير فني بيظبط الاخطاء, في مدير فني بيستغل اللعيبه اللي عنده. لعيبه نادي الزمالك كانت محتاجه دفع نفسي بشكل كويس, محتاجه المكسب اللي بيجيب مكسب. طبعا برده مهما الزمالك يأدي هيبقى الحافز على قد الماتش, بمعنى انه بيلعب المصري هو عايز يكسب المصري بس هو عارف كلعيب ان البطوله راحت, فبالتالي اللعيب ما بيلعبش بدوافعه الكامله, اللعيبه مش ظاهر عندهم الاداء الكامل, فبالتالي هو بيحقق هدف مؤقت بس, هدف مؤقت بس هو الفوز في جوله وفقا لان المدير الفني مثلا محفزهم, وفقا ان هم بيلعبوا المصري, وفقا اللي بره الكابتن حسام حسن, وفقا وفقا وفقا, فبالتالي كل بس انا شايف ان التصريحات حوالين الفرقه من مجلس الاداره من الاستاذ مرتضى منصور رئيس النادي قالك يعني سايبين الراجل يشتغل, لان مش زي قبل كده. ما يحدث لفريق كره القدم الان هو نتاج الاداره الخاطئه, وبالتالي يعني كان بيتقال للكابتن مؤمن انت بتكسب بس ادائك وحش امشي, ما اقدرش اعمل كده دلوقتي, انا لازم اصبر على الراجل ده لان مش هقدر اغير كل شويه مدير فني. فبالتالي الفكر ده من الاداره كويس في هذا التوقيت, بس جه متاخر, كنت اتمنى ان يكون من فتره قبل كده, لان في اكتر من مدير فني لو كان اتعامل في هدوء وكان شغال وهو عارف انه قاعد مكمل مش عارف ان نتيجه اي مباراه تمشيه, ما تبقاش عارف ممكن تكسب, طب الاداء وحش امشي, طب هتتغلب انت كده كده ماشي, طب انت بتقلك انك ماشي النهارده ورايح الملعب بكره مش عارف انت مصيرك ايه, ففي فتره كان فيها عدم استقرار ودي كانت راجعه من القرارات الاداريه. اما القرارات الفنيه طول كم مدير فني اللي جم في الاخر اللي كان الزمالك كلهم مدربين مميزين, كلهم ادوا بشكل كويس, لكن ما كانش عندهم استقرار اداري. النهارده ايناسيو مع الاداء اللي قد يكون مش مقنع, ولكن في ظل التراجع اللي كان فيه فرقه نادي الزمالك وفي ظل كثره اللعيبه من الانسحاب وخلافه وغيره, انه يرجع يكسب ماتشين ورا بعض حتى لو الاداء مش مقنع, اعتقد ده مكسب كبير جدا كويس. واعتقد ان نجاح الاداره في الماتشين دول انهم يدعموا فرقتهم ويتكلموا عليهم كويس قوي, وده ما كانش موجود المره اللي فاتت, كمان صرف مستحقات في الفتره اللي فاتت, ده بيحفز اللعيبه بشكل كويس, كمان انك تسمع كلام المدير الفني ايناسيو وتخليه يقفل على الفريق
ويمنع اي حد يدخل ويمنع الاعلام وكل ده كلام كويس حتى الان. طيب ما في حاجه تانية ان كان في شعور بالخطر بيسيطر على نادي الزمالك. يعني ده من ضمن الاسباب اللي خلت مثلا مصطفى منصور بعيد عن النادي بعيد عن الفرقه. بقى في هجمات كتير عليه من كل حته وهو بيتحملوا مسؤوليه ان هو سبب كل الازمات اللي بتحصل في فريق كوره. فريق كوره بعيد عن البطوله، فريق كوره بيخسر من اي بيخسر ورا بعض. بيسجل سكور في يعني رقم في الخسائر. اللعيبه فقدت الثقه، الفرقه بتنزل نادي الزمالك ولا يعني كنت ممكن تخسر بس انت بقى شكلك حلو، ولا في شكل حلو ولا توصل للجون لدرجه الناس تقعد تقول لك انت لو قعدت خمس سنين قدام الزمالك بيلعب مش هيكسب. الناس استشعرت الخطا الخطوره ان الزمالك رايح في سكه ثانيه لايام زمان بقى اللي هي من 10 12 سنه اللي انت ممكن ترتيبك ينزل بعد كده لو استمرت على كده تاخد في الدوري دوت تنزل في نص الجدول ولو استمرت على كده ممكن تنزل بعد كده كمان في النص اللي تحت. كل ده استشعر الخطا الخطوره، كل ده خلى الناس بعدت. اعتقد سبب اساسي من الاستقرار لحاله القلق اللي جت عند اداره النادي وبعدت الجهاز الفني جاء جديد بدوافع جديده وبيشوف ظروف ما شافهاش غيره ان هو سايبينه يشتغل. اللعيبه نفسها ابتدت تتحمل مسؤولياتها لما حست ان الجماهير عندها حاله غضب. طيب خلينا نطلع فاصل سريع وبعدين نرجع نكمل مع عمر الايوبي وايهاب الخطيب. عايز اسالهم عن اتحاد الكوره الفتره القادمه هتكون عامله ازاي بالنسبه لاتحاد الكوره، مين اللي هيمسك مدير فني المنتخب الاولمبي، ترشيحات ايه للمدير الفني، والاثنين عايزين يسالوني على موضوع هم اللي هيسالوني بقى مش انا اللي هسالهم على استقاله كابتن حسن شحاته النهارده. صح؟ صح. بعد الفاصل. نرجع تاني مع عمر الايوبي وايهاب الخطيب. عمر، مين اللي هيمسك المنتخب الاولمبي وامتى قرار تعيين جهاز فني عشان يبدا المنتخب الاولمبي مهمته؟ ضياء السيد. كابتن ضياء السيد. كابتن ضياء السيد بنسبه 99%. 99%؟ طبعا نسبه كبيره جدا. ايه يعني المعلومه دي منين؟ من اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره؟ طبعا اتحاد الكوره خلاص هو الموضوع موثق خلاص والله. كابتن ضياء السيد يعني نقدر نقول هيبقى مدير فني المنتخب الاولمبي. بنسبه كبيره جدا طبعا. انا كنت ليا راي ثاني، يعني كان ليا راي كنت ليه؟ ما في فرق ان هم اللي بيختاروا، ولكن انا ليا راي ثاني. انت عايز تختار حتى انت مش مسؤول عن الاختيار. لا انت عضو اتحاد كوره؟ لا مش عضو اتحاد كوره، بس احنا ما احنا دورنا نقيم قرارات اتحاد الكوره. ماشي. دورنا نقيم اتحاد الكوره، دورنا نقيمك وانت قاعد والاعلام في صح. ما احنا شغلتنا ننقد ونقيم. صح ولا لا؟ صح. تمام. ده راي شخصي بقى. صح ولا لا؟ طب قول لي انت رايك ايه؟ ما تسخنوش بقى. انا عايز اجيب من اللي عنده بس. خش يا كابتن عمر علي. استفزه الاول يطلع اللي عنده. انا كنت شايف ان هو ميدو احسن واحد. وكتبت مقال كده، كتبت ميدو رقم واحد، وده حقيقة من وجهه نظري. ميدو ما كانش في الترشيحات؟ لكن في الترشيحات. طب ايه اسباب عدم اختيار ميدو؟ ترشيحات اعلاميه إيه؟ مش ترشيحات فعليه. ترشيحات اعلاميه مش فعليه. لا وترشيحات في المجلس. في المجلس في ناس كانت تحب يمكن إيه الكابتن حازم امام بس اللي كان ايه اما كان حازم وسيف ان هم كابتن حازم كان في ثلاثه. كان في ثلاثه حازم وسيف صح. والثالث مين؟ لا خلاص بقى هم اللي كانوا ايه اللي اقوى اقوى اثنين على الترابيزه. اصل هو مدي وعد الثلاثه. ايه لو قلت كده هو هيزعل. هم اقوى اثنين على الترابيزه كانوا الكابتن شوقي غريب وكابتن ضياء. بس الكابتن شوقي غريب برضو ما كانش يعني. بس الكابتن شوقي مسك منتخب اول مدير فني، هو ما هل يرجع تاني يمسك؟ هو عنده حاجه الموسم الجاي. فما يعني يعني لما الناس كلموا عليهم انا مش 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 في دماغي المنتخب الاولمبي دلوقتي والله. اصل هي برضه بالنسبه له من منتخب اول مدير فني يرجع منتخب اولمبي دي مش بس انا برضو شايفها عشان مش صح. ندي كابتن ضياء حقه برضو. كابتن ضياء يعني انا كان لا كابتن ضياء مدرب كبير ومدرب مميز طبعا. انا مش بتكلم في كده، انا ما بناقشكم في اللي انتوا بتقولوه. احنا في نقطه عدت بس عشان ما نعديش عليها. كابتن ضياء السيد واحد من المدربين اللي فاهمين قوي طبعا والمميزين جدا والهادين واللي بيفكر لا 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 ما انا عارف. لا لا هو كان في فرق بين حاجه. انا فاهم بس هو قال لي اختيار، قلت له هو اكتر واحد ماشي. لكن بديك كلامي في رايي كنت شايف ميدو مثلا لاسباب معينه، لكن كابتن ضياء لا خلاف عليه مدرب كويس جدا وكان عامل انجازات كبيره جدا. ولما كان مع برادلي كان هو عامل شغل عالي جدا بنسبه 80% من الشغل كله بتاع برادلي. ماشي. وكنا خلاص كنا وصلنا كاس عالم لولا بس الازمه بتاعت ماتش غانا دي. لكن انا كان وجهه نظر في جزئيه اللي هو ميدو دي، ان هو ميدو سنه صغير قريب من اللعيبه عنده بيعمل حاجه كده اللي تمشي مع السن دوت، يعني تلاقيه بياخدهم يتمشوا اصحاب قريب منهم في في التصرفات حتى في الجو بتاعهم والتواصل على التواصل الاجتماعي الانستجرام وفيسبوك وتويتر. بس ده مش التدريب برضه، يعني دي جزء من العلاقه الشخصيه والتعامل. كابتن احمد ماشي كويس. لما ده جزء مهم.
جزء مهم بس مش الكل. ميدو ماشي كويس على فكره وعاجبني جدا في الدوري مع وادي دجله، بس انا شايف ان هو يكمل مهمته وياخد خبرات اكتر ميدو بعد كده يقود منتخب. ميدو لازم يتقل كمان في الدوري اكتر، وعامل تجربه حلوه قوي، تجربه حلوه قوي وماشي كويس، وماشي كويس قوي. وحتى ميدو كاريزما، عنده كاريزما، هو قاعد في المدرجات النهارده هو عامل حاله. بس احنا حصل مشاده ما بينه وبين مؤمن سليمان وحسام حسن لاعب نادي سموحه. هو طبعا كابتن مؤمن بيقول ان ميدو شتمه، ميدو بيقول ان حسام حسن هو اللي تعدى على نادي وادي دجله. انا عندي تعليق بسيط. الاثنين كبار جدا، الاثنين كبار جدا، والاثنين ولاد نادي الزمالك، والاثنين رجعوا لبعض على التليفون او حد يرجعهم بدل ما يقولوا كلام على بعض. ما اعتقدش، لان الاثنين قيمتين كبار. فاتمنى، انا ما احبش لما يكونوا اثنين ولاد نادي واحد يعني تبقى الدنيا فيها هات وخد. انا مستغرب ان مؤمن من النوع الهادي اللي يستفز بسهوله يعني. هو طبعا بقى في حاجات برضه في ساعه مؤمن بيقول انا ما ردتش، بس هو بيقول ميدو شتمنا. ده كلام كابتن مؤمن مش كلامي يعني. شوف كل واحد يحاسب على كلامه، ولكن انا اتمنى ان يلموا الموضوع بشكل افضل من كده، وانه يبقى حد اكيد ليهم حد مشترك، ليهم حد يجمعهم. ويعني كابتن مؤمن قال حاجه يمكن انا اتمنى حدش بقى يطلع يرد عليه والدنيا يعني، عشان الموضوع يتلم شويه. بس عايز ارجع لنقطه الكابتن ضياء. كابتن ميدو، كابتن ضياء كان عامل جيل محترم قوي. ده الجيل اللي شال مصر عمر جابر، هو الجيل اللي شال مصر الوقت صح. عمر جابر والشناوي وعمر وسعد سمير ومحمد صلاح ومحمد صلاح والنني، هو ده الجيل اللي شايل مصر الوقت. كان كابتن مصطفى يونس وكابتن ضياء بالظبط. فليه تجربه حلوه وعمل كل واحد وعمل حاله حلوه وعامل تيم حلو. فهو جرب التجربه دي ونجح صح فيها صح. فانا اتمنى ان هو يكرر التجربه دي بشكل افضل كمان. فانا شايف ان قرار عمر شكله عنده المعلومه يعني، عشان هو لا هو رقم واحد لغايه دلوقتي. خلاص كابتن ضياء رقم واحد. امتى هيتم تعيين الجهاز الفني؟ حتى لسه ما خشوا يخلصوا من الدوشه اللي موجوده دي بتاع كابتن حازم. لا الترتيبه كمان يمكن في الجهاز المعاون دلوقتي مع الكابتن ضياء خلاص كمان قربت يبقى ليه قوام، لان الكابتن ضياء محدد بعض المدربين المحترمين الشباب اللي هيشتغلوا معاه بشكل مين كويس. انا مش عايز اقول اسماء عشان ما نضرهمش في الاختيار بالظبط كده، وانا هحترم دي عشان لانهم اسماء مميزه جدا وهيبقى جهاز فني محترم جدا لو تمت بهذا الشكل. فان شاء الله ربنا يوفق الجميع. لما كان يعني اتكلمت في جزء مهم لما جبت موضوع الجهاز المعاون دي، لازم الاجهزه الفنيه يعني يبقى هو رئيس الجهاز يختار الرجاله بتاعته طبعا. لكن بس دايما في اتحاد الكره لا بيبقى في تدخل في الاجهزه المعاونه. ده خطا، ده بيحصل خطأ على طول. معلش، ما كابتن الجوهري زمان كان كده وكابتن حسن ممكن ما بداش كده، لكن بعد كده لا كابتن حسن كان اتحاد الكره اتناقشوا معاه في الجهاز. انا فاكر اتناقش بس اتناقش بس وهو وافق. بالمناسبه اصلا كابتن حسن اصلا مش ليه النهارده يعني مش هقول لك انا. هو الفرقه بقى لها فتره بتعمل نتائج سلبيه، كسبوا طلائع الجيش الماتش اللي فات، النهارده خسروا من نصر التعدين، خسروا من الاتحاد، تعادلوا مع الانتاج الحربي. الماتشات كلها كان ممكن يقدر بتروجيت يكسبها، بس كابتن حسن شايف ان اللعيبه الروح مش عاليه. انا عايز اقول لك حاجه كابتن كريم، انت تحس عندهم طموح، هو عنده طموح عايز ياخد مركز معاهم كويس، وفي الماتشات اللي ضاعت دي كانت تخليه يبقى رابع دوري دلوقتي. هو حاسس ان هو في كم ماتش اللعيبه لو كان ادوا بأداء كويس كانت ماتشات ماتش الانتاج كويس على فكره، بس مش بالروح يعني. ماتش الانتاج انا كنت شايف ان هم اقرب للفوز، ماتش الاتحاد اقرب للفوز، ماتش النهارده اقرب للفوز بالظبط. بس في نفس الوقت اللعيبه ما تعرفش يا كابتن كريم، في سن الطموح ناقصه فيها، في حاجه عندهم. ما هي دي، هل ما بياخدوش مرتبات؟ هل لا في مشكله عندهم بشكل معين يعني، يعني مخلين الاداء عادي يعني. هل ان الفرقه من غير جمهور مش اللعيب مش مموت نفسه تحس ان يعني مش الفرقه برضو ما تحسش ان هي فيها برضو عندها قدرات؟ لا عندهم والله، عندهم لعيبه كويسه، عندهم عنده مشكله بس في المهاجمين، عنده محمد رمضان بس المشكله ان اللعيبه بص اصل غير الفنيات وغير يعني اقول لك ايه اللي بيخلي فرقه اقل امكانيات تكسب فرقه اكبر. انت الخطه التعدين مش موته نفسها. كابتن احمد عمل قفل الملعب كويس على بتروجيت، وفي نفس الوقت النهارده لعيبه النصر التعدين مموتة نفسها في الماتش. بتروجيت مستحوذ ماسك كوره، النصر التعدين عيال مموتة نفسه ماتش الاتحاد السكندري. الاتحاد بيلعب من غير نور السيد، بيلعب من غير خالد قمر. انا برضه عايزين حاجه كابتن احمد كشري طبعا 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 كويس. فكابتن حسن حاسس ان هو ايه طموح اللعيبه مش عايزين يعملوا حاجه، وهو مش يعني مش عايز يمسك فرقه وخلاص، عايز يبقى وعندهم فرصه يعني. بقول لك الثلاث ماتشات اللي ضاعوا دول كان عندهم فرصه لو خدوا الثلاث ماتشات دول، لو كسبوا الثلاث ماتشات ثالث 45 نقطه، ثالث دوري او رابع دوري فاهمني. فحس لو لا مش هقعد اتغلب كده، اللعيبه مش عايزه خلاص. طب كده كابتن حسن رايح حته ثانيه ولا حاجه يعني؟ لا 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 مفيش حاجه ثانيه خالص. لا هو كابتن حسن ما سابش عشان في حته ثانيه.
اه في كلام في حاجات وكده، بس ايه ما يعني ما سابش بتروجيت او ما اعتذرش النهارده. وعلى فكره هو لسه ما اعتذرش رسمي، يعني هو برضه انا كلمته في التليفون قبل ما اجي الحلقه، هو لسه ما قعدش مع مجلس الاداره، هو بس كان متضايق بعد المباراه وقال انا مش هكمل. سمعت ان هو اصلا اللي هو الاداره مش عايزاه يمشي، متمسكه بيه هو. بس برضه عشان في حاجه انا اوضحها برضه، انا لازم اوضحها، ان انا يمكن انا كنت اتكلمت مع الكابتن حسن، يمكن لما مسك بتروجيت كان موعود بحاجات معينه، ويمكن هو حصل يعني تغيير في الاداره اتغيرت. انا دي المعلومه دي عندي. لما كابتن حسن اتفق على تدريب بتروجيت كان متواجد المهندس محمد الشيمي بالزبط. رئيس نادي بتروجيت، وكانوا متفقين ان هم هيجيبوا لعيبه وهيعملوا وكذا وامكانيات معينه بالزبط. والكلام ده ما كملش اسبوع بعد كده، بسوء الحظ بعد ما كابتن حسن تولى بثلاث اربع ايام حصل تغيير. وزاره البترول عينت المهندس محمد الشيمي في مكان اخر في الهيئه، اعتقد هيئه البترول او في شركه تانية، ومسك رئيس شركه اخر ملوش علاقه شويه بالكوره، فالامور يعني اختلفت فاهمني، ودي حاجات تبقى خارجه عن الاراده يعني. بس هي دي القصه. عندك سؤال تاني في لا ما كنت عايزين نعرف، بس هو ما ينفعش معانا ومحدش عارف يوصل للكابتن حسن. لا كابتن حسن ما بيحبش يتكلم كتير في الاعلام، كان عادي يعني الموضوع. طيب في عادي في جزئيه برضو مهمه جدا انا كنت حابب افتحها، هي طبعا الغاء هو مين المذيع يا جدعان؟ لا مهم، بس عشان الغاء المنتخب بتاع 2002 ده مهمه جدا، وخطر بقى 2001 جداً. خطر جدا صح؟ جدا ولا كان 2001 بقى 2002 خطر حته انك تلغي المنتخب ده، والمنتخب ده لو شفت بقى التطور بتاعه بقى معمول ازاي، انت بتضيع الكره المصريه جيل. فانت امتى قالك المسابقات هتبقى اكتر ل 2001؟ انت خدت قرار انك تعمل منتخب، وامتى خدت قرار انك تلغي منتخب والدنيا ماشيه؟ انا عايز اسالك في حاجه اهم من كده، انت عمر ايه الوضع بعد موضوع كابتن حازم وابتعاده عن اتحاد الكوره ودكتوره سحر وابتعادها؟ هل هيبقى فيه انتخابات على المقعدين ولا ايه اللي هيحصل في الفتره القادمه؟ وموضوع الحل والقضايا والاستشكال والكلام ده، يعني اللي عنده معلومه مفيش مشكله. انتخابات على طول؟ لا انتخابات على المقعدين، انتخابات لائحه كده، على المقعدين. اتحاد الكوره عنده لائحه، تمام، لائحه انتخابات على طيب اتحاد الكوره نفسه بقى، موضوع الحل والاستشكال والكلام ده ايه؟ الكوره في نص المجلس عنده صدمه وكلهم يعني حتى عندهم حساسيه تخاف تتكلم. يعني بص يعني لما تيجي تتكلم مثلا خالد لطيف، هو كان دايما كان قبل كابتن حازم يكون موجود كان هو ماسك في الصالات وماسك كره شاطئيه. ايوه بعد كده يعني ماسك بس من بعيد. دلوقتي الموضوع اختلف، هو المفروض يمسك الملفات دي. لما الناس قالت كده هو مش عايز يتكلم في الموضوع ادبيا، يعني سيف زاهر مثلا متاثر نفسيا مثلا عشان هو كان علاقته قويه جدا. نفس الكلام حازم، نفس الكلام طبعا المهندس. انا متاثر نفسيا انا نفسي بابتعاد كابتن حازم، انا بحب كابتن حازم نهاري جدا. حازم والدكتوره يعني سحر طبعا بتتكلم في موضوع يعني بس هي حاجه قضائيه طبعا، يعني ما نملكش اللي احنا نعلق عليها حاضر، بس فيها تفاصيل كتير. طب ايه اللي هيحصل بقى في اتحاد الكوره؟ في حاجه تفاصيل كتير، هتعمل شرخ في مجلس الاداره كبير يعني مرتبطه بالموضوع ده. طيب ايه اللي هيحصل في اتحاد الكوره الفتره القادمه؟ اتحاد الكوره اتحاد الكوره هيكمل، اتحاد الكوره مستني الاستشكال اترفض هيستقيل هيكمل ايه؟ يعني اتحاد الكوره مستني تقريبا 20 30 يوم دول ماشي لما يخلص موضوع الاستشكالات والطعون والكلام ده. لو الدنيا تاجلت تاني الطبيعي جدا هيبقى في شهر 9 الجمعيه العموميه ممكن يدعو فيها الانتخابات. شهر 9 وقت الجمعيه العموميه الطبيعيه بتاعت ده لسه شويه. لا مش شغال حاجه، اربع شهور. شوف اللي هيأثر على الموضوع ده كونجرس الفيفا اللي في المنامه بحرين، وباختصار الشهر ده خمس شهر خمس وباختصار باذن الله هينجح طبعا مقعد المهندس هاني ابو ريت. ان انا بقول لك ان شاء الله ربنا هيكرمه وهينجح باذن الله طبعا هينجح. هيأثر ازاي بقى؟ عامل جيم، لان وجود المهندس هاني ابو ريت ده في الاتحاد الدولي لجان الاتحاد الدولي في هذا المقعد يعفيه شويه في القصه المحليه، بمعنى انه يسهل عليه انه ممكن قد يدرس تقديم استقالته في حاله معينه. لان اولا الاتحاد المصري اولا اولا متفقين عليه خد بالك اولا في تجميد للكره المصريه واضحه وصريحه وانا بقولها عشان في تجميد في الكره المصريه لو حصل حل والقصه دي طيب ما حصلش الحل يبقى في حبس للسيد وزير الشباب والرياضه. فهنا هتبقى بين شقي روحه، يعني انت هتبقى عندك حبس عشان ما نفذش قرار المحكمه. ما انت الدستور بتاعك بيلزم اي وزير عدم تطبيق القانون او تنفيذ الاحكام القضائيه بالحبس. طيب والقانون بتاعنا احنا بتاع الكوره اللي ملوش دعوه بالدستور اللي بيتعدل في قانون الرياضه وقانون الرياضه في خلال الاسبوع ده، فيقول لك تدخل حكومي كده واضحه كده قانون الرياضه في خلال الاسبوع ده هيبقى فيه تطورات كبيره جدا بعد 48 ساعه في نقاشات في المجلس في خلال الاسبوع ده. في قرار مهم جدا في قانون الرياضه كمان، ودي بالمناسبه كويس نتكلم مع بعضه.
لا هيتم بقى خلاص اعتماد القانون، وبعد ما يتم اعتماد القانون هتبدا بقى تشوف الانديه وتشوف الاتحادات هتفتح الانتخابات وهتبدا بقى الدنيا. لا ده احنا داخلين في معمعه كبيره جدا جدا على شهر مارس اللي جاي الدنيا. عندك النادي الاهلي وفي اتحادات كتير جدا على شهر مارس الجاي الدنيا بقى هتكون بقى بدات انتخابات في حاله اقرار القانون الاسبوع ده. الاتحادات ماشيه هيصه. انت عارف ان اتحاد الطايره لغى الهبوط؟ والله لغى الهبوط، دي كارثه عشان انتخابات المجلس مش عايز الجمال عمومه اللجنه تديله في الانتخابات فقال لك ما تنزلوش اربع فرق هبطت رقم يعني يستمروا يبقى الدوري 28 السنه الجايه اصوات الانتخابات. طبعا طبعا دي كارثه طبعا. طيب انت قلت انتخابات على المقاعدين، هي انتخابات على المقاعدين بس بعد ما يشوفوا اساسا هيعملوا ايه في اتحاد الكوره. هو ايهاب قال تفاصيل اكتر تمام، ليه خلاص بيتواضحه كده اللي هو انت بص يعني المهندس هاني باذن الله نجح يبقى خلاص وجوده يبقى المجلس الوزير هيطبق. طيب يعني في صديق ليا اسمه احمد عوض الحل بيقول لي في ماده في القانون الجديد لو ما حصلش لم يوفق هيمسكه بقى في الفلس. زميلي احمد عوض يعني صديقنا صحفي بيقول لي في القانون الجديد في بند كل ما استخدم القوه او العنف او التهديد او الترويع ضد لاعب او حكم او احد اعضاء الجهاز الفني هيعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنه وغرامه 50,000 جنيه ولا تزيد عن 100,000 جنيه لحد ادنى 6 شهور. لا لحد ادنى 6 شهور المده لا تقل عن سنه، دي الماده 89 من قانون الرياضه الجديد. لا في حاجات كويسه قوي، في حاجات كويسه، في حاجات لا وخلي حد يقدر ينزل الملعب كده 6 شهور حبس ده ما فيهاش بقى الجماهير على طول. تمام يعني هيبقى في شويه حاجات حلوه معلش اذا كانت هي قويه شويه بس كويس، احنا عايزين عقوبات رادعه عشان تظبط محتاجينها بالظبط. لان انا بزعل لما يقول لك شفت لما بتطلعوا تلعبوا بره بتحترموا، لا مش كده القصه. طيب قول لي بقى احنا بنختم خبرين بتوعنا اللي احنا الانفرادين اللي انت المفروض. طيب انا اديتك واحده حاجات جديد واحنا ماشيين قلت لي ايه في الاول بتاعت كلوبالي اللي هي دي عاديه دي بتاع ماشي اللي طيب. عاديه دي مش عايزين اتنين تانيين. طيب لو عايز من الاهلي هيبقى في مهاجم افريقي من الدوري على رادار النادي الاهلي الدوري المصري. مهاجم افريقي حلو كده عشان في اكتر من حد. ايوه لا مش هقول لك اكتر من حد، في اكتر من حد على فكره ماشي بس هو واحد في بس في اريك تراوري وفي باول مفوافي وفي رزاق سيسي فوافي بتاع اسوان. الزمالك قطع فيه شوط كبير وبعد الازمه الاخيره وقفت ولكن الزمالك متمسك بيه. تمام لكن ايناسيو برضه هيكون راي ليه راي في الصفقات الفتره الجايه بالنسبه للزمالك. بالنسبه للنادي المصري وبالنسبه للاثنين لعيبه اللي الزمالك عايزهم سواء كان احمد جمعه وكابوريا او كابوريا يمكن في جلسه تجديد امبارح كابتن حسام قال لهم اي لعيب انتوا عايزين تبيعوه بيعوه بس انا من حقي اقول لكم انا عايز واحد اثنين ثلاثه. انت من حقك كاداره تقول لي اللعيب ده انا هبيعه وانا من حقي كمدير فني اقول لك انا عايز ده او ده او ده زي ما هتبيع ده تجيب لي ده صح. بس يا عمر الايوبي في حاجتين اقولهم لك. اول حاجه طبعا بس مش هقول لك تفصيلها انت بتهددني يعني ولا ايه؟ لا ما ينفعش تقول تفصيلها لازم تقول بالتفصيل احنا واحده واحده ورانا نخليه لا لا مش هينفع. مجلس اداره اتحاد الكوره بعد حكم المحكمه لحازم الهواري وصح الهواري بقى في شرخ كبير جدا. الحرب البارده انتهت خلاص، بقت حرب ساخنه خلاص ما بين مين ومين؟ لا خلاص مش على مقعد النائب. ما هو دلوقتي ما هي المشكله على مقعد كده كرم كوردي ومجدي عبد الغني في اربعه دلوقتي عايزين يتنافسوا على مقعد النائب. عمر هيقول لك اثنين وانا اقول لك اثنين. هو بيقول لك ده هو ده جزء من الموضوع بس يعني في جزء كبير هو جدا. كرم كوردي ومجدي عبد الغني الاول كان ممكن سيف زي الاول كان بين دلوقتي اولا ممكن طبعا لا 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 يعني سيف يعني 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 ربنا ييسر كبوه كابتن حازم طبعا دكتوره سحر يا رب طبعا. يعني لكن كان بين الدكتور كرم كردي وبين الكابتن حازم كان حازم الهواري عشان في حازم حازم الهواري حازم الهواري كان هي دي الـ 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 الصراع الاكبر يعني كابتن مجدي عبد الغني واقف بعيد شويه يعني سايبهم ايه شوف الدنيا هو في لندن دلوقتي هو في المقدمه كابتن مجدي عبد الغني كابتن سيف بس موضوع النائب ده خلاص موضوع عمر بيقول لك سيف لا 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 ماشي اعتقد صعب لا. بس هو كرم كردي مجلس الاداره يعني حياه وموت مش هيجيبوه. بص بقى لو حصل ايه بعد الموضوع دوت يعني وعلى فكره يمكن يعني كان عنده مناسبه يمكن البعض قاطع في اتحاد الكوره وده كان ناتج لان جلسه الصلح قاطع ايه التواجد التواجد في الاجتماعات لا في الزيارات الاجتماعيه في الزياره الاجتماعيه الاخيره كان في الفرح الفرح الاخير لان احد الاعضاء في جلسه الصلح والكلام حتى فيها كان المهندس هنا ورضا بيتكلم على الدكتور كرم كردي بشكل كويس جدا وقال لهم يعني لازم نعمل فاحد الاعضاء قال له اهو على مكالمه في التليفون او واتس بيقول انا مش هعزم اعضاء اتحاد الكوره في الفرح اللي جاي. فيعني في حاجات كده بتحصل برضو
بتبقى مناوشات ما بين اعضاء. معلش بنحاول بنقول طيب الحاجات دي عشان الخبر الثاني عشان الوقت. الخبر الثاني ان هو جنش اعتقد هيبقى ممكن ده يكون الموسم الاخير ليه، واعتقد عواد اقرب واحد يكون يجي زي لا خلاص واضح ان هو بقى في مشكله يعني في قناعه يعني لازم مش مصر يعني هو مشاكل عاديه يعني. لا 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 هو خلاص بقى في قناعه ان هو مش يعني مش هو حارس نادي الزمالك، وفي اتجاه الاكبر ان هو يفعله التجربه اللي قبل كده اللي هو التفاوض مع محمد عواد حارس اسماعيلي. حارس اسماعيلي اه الكلام ده على مسؤوليتك. على مسؤوليتي طبعا، عشان هيمسكه يقول لك جنش هيمشي انت اللي بتقول. انا اللي بقول. طيب ماشي يا عمر. هو اللي بيقول، هو اللي بيقول عمر الايوبي. أيوة اللي بيقول يعني. تهمكش يعني يعني نص شهر حبيبي والنادي حبيبي كل حاجه. بشكرك يا عمر، شرفتنا ونورتنا. بشكرك يا هاب، بشكرك كمان على مجهودكم معانا في البرنامج، ومجهودكم كبير طبعا في برنامج كوره كل يوم. لا مجهود الكابتن عمر، لا مجهود مجهود كلكم يا باشا. ايه الحب ده؟ الحمد لله يا عم. بشكرهم شكرا جزيلا، عمر الايوبي وايهاب الخطيب. بشكر مخرجنا محمد ابراهيم وكل طاقم العمل في كوره كل يوم، ونتقابل على خير ان شاء الله في حلقه جديده من كوره كل يوم.